ايه في الرمان جوه؟ ايه الجرانين؟ في فيديو النهارده بقى هنعمل افكار وحيل كتير جدا هتنفعك في مطبخك. ازاي بقى تشتري الرمان ويطلع معاكي غامق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وطعمه مسكر؟ هتجيبي بقى اللي هو الورد الغامق ده الاحمر الداكن ده اللي انتوا شايفينه ده، بقى بيبقى حلو جدا ومسكر، وكمان بيبقى فيه اللي هو شق القمر ده الفتحه اللي في النص ديت، شايفين بقى بيبقى مشقق كده، يعني اشتريه مشقق وخشن هيطلع معاكي بقى احمر ومسكر وطعمه حلو جدا، بلاش تجيبي اللي هو الاصفر. ضيف الرمان جوه ايه الجرانين؟ لو جايبه بقى الرمان معاكي مش احمر ومش مسكر، اول حاجه بقى هتعمليها اهم حاجه ما يكونش فيه شق زي ما انتوا ما شايفين كده، هتكون سليمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتحطيها جوه الجرنان وهتلفيها بالشكل ده وهتحطيها بقى فوق التلاجة لمده يومين، هتلاقيه بقى احمر معاكي وبقى مسكر وزي الفل. جربي بقى الطريقه ديت وهتعتمديها. اهم حاجه بقى ما ننساش بعد ما نفصص الرمان هنجيب بقى نص ليمونه وهنبدا كده نعمل ضوافرنا عشان خاطر طبعا بتسود من الرمان، جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. نيجي بقى هنا للغساله، لو غسلتك كده بتطلع ريحه الهدوم مش حلوه خالص، وفي نفس الوقت ريحه الغساله نفسها ما بتبقاش لطيفه طول الوقت. هتحطي بقى 3 ليمونات وهتجيبيهم وتقسميهم معاكي بالشكل دوت، وهتحطي عليهم نص كوبايه من الخل وهتشغليها دوره تنظيف عادي خالص، يعني اكنك كده بتغسلي بس هتشغليها دوره تنظيف، هتلاقي بقى ريحه الغساله وريحه الهدوم معاكي ريحتها خطيره، جربي بقى الطريقه ديت وهتدعيلي. عندك بقى فتحات التهوية ديت في مرتبتك، هنعمل بقى فكرة حلوة جدا هنرجع بيها المرتبة بتاعتك جديدة وزي الفل. طبعا لو فيها بقى اي روايح كريهة كده، او مثلا لو عندك اطفالك بتعمل حمام طبعا على المرتبة هنرجعها جديدة وزي الفل. محدش يعرف الفكرة دي كتير بصراحة، يعني فكرة حلوة جدا وهترجع لنا بقى المراتب بتاعتنا جديدة وزي الفل معاكي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في المرتبة. اول حاجة هبدأ بقى اجيب البيكنج باودر وهبدا افتحه كده، يعني سنه صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهبدا بقى احط كده على المرتبه، وطبعا المرتبه الصغيره الثانيه لو عندك بقى مرتبتين تعملي بنفس الفكره كده اللي انا بعملها، والمرتبه الكبيره برضو، يعني اي مراتب عندك لازم كده تعمليها كل فتره. هبدا بقى امشي كده بالفرشة زي ما انتم ما شايفين كده عشان تخش جوه المرتبة نفسها من جوه، طبعا تقتل بقى اي حشرات، طبعا حشرة الفراش اللي بتبقى موجودة طبعا في المراكب. وهسيب بقى البيكنج باودر كده على المرتبة يعني بالظبط ساعة مش اكتر من كده، لازما كده تمشي على كل المرتبه نفسها كده. بعد ما فات بقى معايا ساعه هجيب بقى المكنسه وهبدا كده اشغلها وهمشي بقى، طبعا هتسحب لي كل الاتربه وكل الحشرات اللي بتبقى موجوده، يعني انا مش عايزه بصراحه اعلي صوت المكنسه بس عشان تسمعوني، زي ما انتم ما شايفين كده تمشي عليها كلها بجد، بتبقى فكرة حلوة جدا، يعني انا بصراحة بعملها كده كل كام شهر كده، يعني كل 3 شهور مثلا كده، على دخلة بقى الشتاء كده والمدارس ابدأي بقى اعملي الافكار دي، بتبقى حلوة جدا وتنفعك كمان. نيجي كمان بقى على فتحات التهوية زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بقى احط عليها البوز بتاع المكنسة زي ما انتم ما شايفين كده، هتسحب لي بقى كل الاتربه وحشره الفراش اللي بتبقى موجوده في المرتبه، وكمان هنمشي على الجناب بقى بتاعه المرتبه زي ما انتم ما شايفين كده. هي بصراحه فكره حلوه جدا لتنظيف المراتب، جربيها وهتدعي لي بجد. وهنا كمان اهي بتبقى فيه في المرتبه طبعا فتحتين من على الجناب من هنا ومن هنا، يعني 4 فتحات كده. بقى بعد ما خلصت معايا المرتبة كلها، وطبعا انا عملت المراتب الباقية بتاعتي، يعني انت بقى اعمليهم بالمرة، طالما بقى بدأتي في واحدة اعملي كله كده ونظفيهم كلهم مرة واحدة. الله بقى تجربي الطريقة وهتعجبك جدا وهتدعيلي، واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي تدوسي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد بإذن الله.